في مستهل خطبتي الثانية هاته، أولاً أتقدم بالعزاء لأسرة السادة المشعل بوفاة ابنهم الشاب الدكتور مرتضى المشعل الذي وافاه الأجل غريقاً في ألمانيا بعد أن قضى رحلة طويلة في طلب العلم والتحصيل العلمي والدراسة المجدة، حيث هو أحد المتخصصين في علم الطب، وقد قضى له أكثر من 7 سنوات يدرس هناك. وافاه الأجل غريقا وغريبا وفي سبيل طلب العلم، ومن خرج يسلك طريقا لطلب العلم سلك الله به طريقا للجنة، كما أن من مات غريقا آتاه الله ثواب الشهداء، ومن مات غريبا أيضا كذلك كتبه الله سبحانه وتعالى وأعطاه أجر الشهداء كذلك. فقد مات هذا الشاب في سبيل طلب العلم ومات غريقا ومات كذلك غريبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جنته ويربط على قلب فاقديه بالصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.